وتعالى. وعندنا اشكاليه بس في التويتر، حاولوا تصحصحوني هذا التويتر وتردون على ارقامكم. الاتصال قادم من الزلفي. الو، هلا رهف. ايوه تسمعني رهف؟ جاهزه للسؤال يا رهف؟ ايوه جاهزه. السؤال يقول: ما هو اكبر بحار العالم؟ اكبر بحار العالم، البحر الابيض المتوسط ام البحر الاحمر؟ البحر الابيض المتوسط ام البحر الاحمر؟ اكبر بحار العالم. البحر الاحمر. اكبر بحار العالم يا رهف، البحر الابيض المتوسط ام البحر الاحمر؟ البحر الابيض المتوسط. اثبت على الابيض المتوسط؟ اثبت؟ ايوه ثبت الرهف، والاجابه صحيحه، البحر الابيض المتوسط. فعلا الإجابة صحيحة، البحر الأبيض المتوسط هو أكبر بحار العالم. نذكر بسؤال التاج ونسحب الآن على التاج: كم تساوي الصلاة في المسجد الأقصى، 500 صلاة أم 700 صلاة؟ التاج روشن 16، حط إجابتك الصحيحة وراح نسحب على الفائز أو اللي إجابته صحيحة معنا 500 صلاة. فعلا 500 صلاة، 500 صلاة، ونقول ألف مبروك للفائزين. أنا أتمنى أنكم إذا سمعتوا السؤال حق التاج تكتب إجابتك من بدري، ما تنتظر أني أذكر به قبل السحب وتقعدون ترسلون مرة ثانية علشان ناخذ الكمية الأكبر. نوقف هنا، نوقف هنا. 500 صلاة، إيزو إيزو 500 صلاة، وألف مبروك يا إيزو. الإجابة فعلا صحيحة، إيزو إجابتها صحيحة، ألف مبروك، ألف مبروك إيزو، معنا إجابتها صحيحة، ألف مبروك إيزو. إجابة السؤال التاج الأول: كم تساوي الصلاة؟ 500 صلاة. بعد كل اتصالين راح نحط لكم سؤال علشان يمكنكم يعني تتمكنون من الإجابة أو تتمكنون من الفوز معنا إن شاء الله في فقرتكم وفي يعني الفقرة المحببة لكم. فنقول لكم ألف مبروك الفائزين، وحظ أوفر اللي محالف الحظ. إذا محالفك الحظ مرة ثانية أولى ثانية ثالث راح يحالفك إن شاء الله في الأخيرة، وعلى قولتهم الثالثة ثابتة. الاتصال القادم، يعني نذكركم ترى الجوائز للتاج والاتصال كلهم ياخذون نفس الجوائز الموجوده، يعني بعض الناس يقول الاتصال لهم. طيب ناخذ اتصال من سبت العلايا. الو، مرحبا، من وين؟ سبت العلايا. سبت العلايا صح؟ الاسم بشرى. بشرى. وين بشرى؟ طيب السؤال يا بشرى، جاهزه للسؤال؟ ايوه جاهزه. ما هي أول دولة، ما هي أول دولة قامت باستخدام الطابع البريدي؟ هل هي بريطانيا أم أمريكا؟ هل هي بريطانيا أم أمريكا؟ أول دولة قامت باستخدام الطابع البريدي، بريطانيا أم أمريكا؟ بريطانيا أم أمريكا؟ ممكن تعيد السؤال مرة ثانية؟ السؤال: ما هي أول دولة قامت باستخدام الطابع البريدي؟ بريطانيا أم أمريكا؟ بريطانيا. أثبت على بريطانيا بشرى؟ أيوه. ثبت على بريطانيا والإجابة صحيحة، ألف مبروك يا بشرى من سبت العلايا، ألف مبروك إجابتك صحيحة، وألف مبروك للفائزين معنا، وحظ اوفر للمحالف الحظ. السؤال القادم: حط اجابتك في تاج الروشن 16. ما احب الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما احب الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو القديد ام الثريد؟ في الروشن 16 حط اجابتك، هل ما هو احب الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هو القديد ام الثريد؟ القديد أم الثريد؟ ما هو
أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو القديد أم الثري؟ حط إجابتك في الروشن 16 وفالكم جميعا الفوز. هذه إجابة التاج الروشن 16. ألف مبروك الفائزين، وحظ أوفر لمحالهم الحظ. بعد الاتصالين القادمة راح نسحب على إجابة السؤال هذا من التاج ما أحب الطعام إلى رسول الله. حط إجابتك في التاج الروشن 16 وألف مبروك الفائزين وحظ أوفر لمحالهم الحظ. السؤال